أهلا بكم. لو كنا في مكان وشفنا ثعبان أو واجهنا ثعبان أو لدغنا ثعبان، هل حنقول مباشرة أنه ثعبان سام؟ كيف نعرف إن كان سام أو غير سام؟ في مؤشرات كثير جدا بتعرفنا إن كان الثعبان سام أو غير سام، بتعرفنا إن كان الثعبان خطر ولا ما هو خطر. في ثعابين معروفة على مستوى العالم شكلها بألوانها، مثلا الكوبرا. الكوبرا ناس كثير يعرفوها، الثعبان اللي بيوقف بيفرد منطقة الرقبة والقرنصوة. الأفاعي المجلجلة الموجودة في أمريكا الشمالية كلها سامة. هذه نوعين من الثعابين يمكن مشهورة على مستوى العالم. في مؤشرات تانية زي الجسم القصير. الثعبان النموذجي بيكون جسمه طويل وانسيابي، الثعابين السامة بيكون جسمها قصير، بيكون جسمها في غلاظة شوي. خشونة جسم الثعبان مؤشر. بؤبؤ العين بيكون عمودي، هذا من المؤشرات. رأس الثعبان بيكون دائري. الألوان اللي موجودة في الثعابين، يعني اللون الأسود مثلا، معظم الثعابين اللي بيكون لونها أسود بتكون سامة وبتكون خطرة. الألوان المميزة اللي موجودة في الثعابين، الألوان الغريبة اللي بتكون أشكالها مميزة جدا، يكون لون برتقالي، لون أحمر فاقع، لون أخضر، معظمها بتكون سامة وخطرة. في تركيبة ألوان معينة بتدل على خطورة الثعبان، زي ثعبان المرجان اللي موجود في أمريكا. ثعبان المرجان عنده 3 حلقات ملونة، أحمر أصفر أسود، بنفس الترتيب أحمر أصفر أسود. في ثعابين بتستغل الحكاية هذه، وتكلمنا في موضوع التحايل، كيف أن الثعبان العادي بياخذ صفات من الثعابين السامة وبيحاول يبين نفسه أنه ثعبان سام. الثعابين اللي حجمها كبير أكثر من 3-4 أمتار بتكون غير سامة، وتكلمنا في حلقة الثعابين الضخمة عن الأصالات والبوا والأناكوندا. سكان المنطقة أكيد بيعرفوا الثعابين السامة اللي موجودة في منطقتهم، هذا مؤشر مهم جدا. الثعابين السامة بيكون عندها أنياب، أتكلمنا في حلقة الأنياب أن الثعبان السام بيكون عنده زوج أو زوجين من الأنياب. غير كده البيئة اللي بتعيش فيها الثعابين، البيئة البحرية مثلا، كل الثعابين اللي فيها سامة وخطرة. الثعابين الصحاري عادة بتكون سامة وسمها شديد. الثعابين اللي بتعيش في الأشجار عادة بتكون غير سامة، لكن في أنواع منها سامة. الثعابين الضخمة، وتكلمنا في حلقة الثعابين الضخمة، اللي بيزيد طولها عن 3 أمتار تعتبر غير سامة، وفي منها الأصلة والبوا والأناكوندا، هذه كلها أنواع غير سامة. الثعابين اللي بتعيش في مناطق معينة، أهل المناطق هذا أكيد بيعرفوا أنواعها وخطورتها، هذا برضو مصدر من مصادر معرفة الثعابين كانت سامة أو غير سامة. وأهم مصدر بالنسبة لنا اللي نركز عليه العلم. بالعلم نعرف كل شيء، بالعلم نعرف إن كان الثعبان سام أو غير سام، بالعلم نعرف كيف نتعامل مع أي حاجة. أتمنى إنه نأخذ له فكرة بسيطة عن الثعابين، ونعرف الثعابين اللي موجودة على الأقل في البيئة اللي إحنا عايشين فيها، لأنه الثعابين السامة لو لدغت شخص لا سمح الله أضرارها بتكون بالغة، وممكن تسبب الوفاة خلال دقائق. أتمنى لكم السلامة،
شكرا لكم. أعزائي متابعين اليوتيوب، لو أعجبتكم الحلقة وحابين تتابعوني على قناتي ويوصلكم كل جديد، الرجاء الضغط على زر سبسكرايب. تحياتي.